يا إخوان في رحلة مفيدة رحلة جريئة نعود فيها عبر الزمان إلى البدايات المضيئة إلى المعرفة والحقيقة إلى البدايات المضيئة إلى المعرفة والحقيقة إلى البدايات المضيئة مع الأخت الصديقة ومعها موجودان سنعرف الحقيقة نستنطق الزمان إلى المعرفة والحقيقة إلى البدايات المضيئة البدايات المضيئة. أهلا بكم في رحلة في النظام الشمسي. هذه قصة ريادة الفضاء. كعك وعصير وزينة. سنشاهد القمر. لابد أنه عمل موجتان. موجتان أخرج. اكتشفتني يا هذا الكعك ما هو إلا تقدما للقمر. أتريد مقاسمته به؟ أنا آسف، أنت عاطفية أليس كذلك؟ أنا متأثر حقا. حسنا. أول نجم. ذلك هو النجم الأول الليلة. ذلك هو النجم الأول الليلة. ما هو أول نجم على أي حال؟ النجم الأكثر تألقا الذي نراه أولا الزهرة فينوس، إنه ثاني أقرب كوكب إلى الشمس والكوكب الشقيق للأرض. الكوكب الشقيق للأرض؟ حين تنظر إلى القمر والنجوم ألا يوحي إليك المشهد بعظمته سبحانه وتعالى؟ هل نلقي بنظرة عن قرب؟ على ماذا؟ نسافر في الفضاء حيث يمكننا أن نرى القمر وشقيقنا كوكب الزهرة. يا بنا. فلنذهب. قم بكبيبك. هيا موجتان. سبحان الله. ما هذا يا موجتان؟ رجل من المريخ. ماذا تعنين برجل من المريخ؟ أنا إنسان، أنا عالم، أجري أبحاثا حول الأرض والفضاء. هل تفهمين ما أقول؟ انظري، هذه أوروبا منذ حوالي 500 سنة. إذن ما زلنا على الأرض. لا لا يجوز، لا نقبل. الأرض ليست كروية، هذا لا يجوز، هذا كلام لون. يعتقد بعض الناس أن الأرض هي مركز الكون وأن الشمس والقمر والنجوم تدور حولها، وقد توارثوا هذا الاعتقاد عن الأجداد منذ القدم. هذا غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. من أنتم؟ أنا كوبرنيكوس. كيبلر. غاليليو. الشمس مركز الكون والأرض تدور. نعم، الأرض هي كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمس. هذا كذب، هذا خداع. لا، درست تحركات الكواكب تماما. ما أجمل أن أراك ثانية سيد غاليليو، أنت بخير؟ أهلا أهلا، لم أرك منذ قصة المجرية آنسة. ليس هذا وقتا له، أسرع وأوضح. آسف، استعملت المقراض لأدرس هذا الموضوع على نحو شامل. يا له من منظر جميل. إلى ما تنظر سيد غاليليو؟ صحيح، أجريت بحثي على نجوم في السماء، أليس كذلك؟ انظروا إلى السماء. لكي يثبت نظريته القائلة بأن الشمس هي مركز الكون وأن الأرض تدور حولها، رصد غاليليو الفضاء عشرات السنين. غاليليو كان أول من رأى جبال القمر ووديانه،
وقد اكتشف أيضا أن لكوكب الزهر أوجها وأطوارا كالقمر. هذا هو المشتري. وما هذه؟ نجوم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هذا ما كنت أبحث عنه. هذه النجوم تدور ليس حول الأرض بل حول المشتري. هذا يعني أن كل النجوم في السماء لا تدور بالضرورة حول الأرض. والآن نعود إلى البحث. لقد أنهيت رأيي في النظامين العالميين. باختصار، الأرض والزهرة والمريخ والمشتري هي كواكب شقيقة تدور كلها حول الشمس. في ذات الوقت تقريبا أجرى كلهم كوبرنيكوس وكابلر بحوثا مماثلة. الكواكب تدور حول الشمس. الكواكب تدور حول الشمس. الأرض تدور. الأرض تدور حول الشمس. هذا مضحك. الأرض هي مركز الكون وليس لها شقيقة. أنا ما زلت أقول أنها تدور. في وقت لاحق ونتيجة لجهود العديد من العلماء تقرر أن الأرض كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمس. في الرابع من أكتوبر تشرين الأول عام 1957 أطلق السوفييت أول قمر اصطناعي من صنع الإنسان هو سبوتنيك الأول، وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام ذاته وفي القمر الصناعي سبوتنيك الثاني شهدت الأرض تدور لأول مرة من الفضاء عبر عيني حيوان، وكانت المحظوظة كلبة اسمها لايكا. أنا لا أفهم. الأرض هي مركز الكون. أذهب إلى الفضاء وأرى المشهد بنفسي. من أنت؟ جاجارين من الاتحاد السوفيتي. في 13 من أبريل نيسان عام 1961 كان السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان يرى الأرض من الفضاء وهو في المركبة الفضائية فوستوك واحد. حققت ذلك. رأيت الأرض. إنها جميلة. يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، أنا جاجارين. الأرض زرقاء. الأرض زرقاء. أثارت كلمات جاجارين العالم. ثم في عام 1963 كانت السوفيتية تيريشكوفا أول امرأة تنطلق إلى الفضاء لتدور 48 مرة حول الأرض. أنا أطير حول الأرض الآن كطير، كطائر النورس. نعم، أنا نورس، أنا نورس. هذه الكلمات أثارت نساء العالم أجمع. بعد أول مدار قام به الإنسان حول الأرض عاود الكرة مرات ومرات. أدور وأدور في مداري. أدور وأدور في مداري. رائع يا موجتان. إنه رائع فعلا، رائع. أنا أطفو، أنا أطفو. أنا أعوم. أنا أعوم. من أنت؟ أنا ليونوف، أول رجل يسبح في الفضاء. انطلق ليونوف عام 65 في المركبة الفضائية فوسكود 2 وأصبح أول رجل يسبح في الفضاء. السوفييت، السوفييت، هذا كل ما أسمع. أول رواد الفضاء كانوا من السوفييت أيضا. أليس لأمريكا روح رائدة؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ الاتحاد السوفيتي يضع كل ثقله في البرنامج الفضائي سيدي الرئيس. على أمريكا أن تفعل ذلك أيضا. نحن سنستهدف القمر، لا تدع السوفيات يسبقون إلى القمر. على الأمريكيين أن يصلوا إلى القمر في الستينات، مفهوم؟ هذه أوامري. وهكذا بدأ الرئيس جون كينيدي عام 1961 برنامج أبولو لبلوغ القمر. بعد 8 سنوات في عام 1969 انطلقت مركبة أبولو 2 على متن الصاروخ ساترن إلى القمر. رواد الفضاء الثلاثة هم
أنا الكابتن أرمسترونغ. وأنا أدرين. أنا كولينز. لن أتمكن من الهبوط على القمر. لماذا؟ أبولو 2 مقسومة إلى عربة القيادة كولومبيا وإلى عربة الهبوط القمري إيجل، وينبغي أن أبقى في مركبة القيادة. لنهبط إذن. اهبطوا عني، اهبطوا عني أيضا. هذا أكيد. في 20 أيلول تموز 69، فيما كان العالم بأجمعه يراقب مشدوها، هبطت مركبة إيجل على سطح القمر. في 4:15 والدقيقة 17 حطت المركبة إيجل على سطح القمر فوق بحر الهدوء. حققنا هدفنا، يمكننا أن نرى الأرض من كوكب آخر. هذه خطوة صغيرة حققها الإنسان، ولكنها قفزة جبارة للإنسانية. في 21 أيلول 69، طبع الإنسان بصمة قدمه على سطح القمر للمرة الأولى في التاريخ. لا يهمني من ذهب إلى الفضاء، أنا أصر بأن الأرض هي مركز الكون. إنه عنيد. يجب أن أرى ذلك بأم عيني. لماذا لا تأتي معنا في رحلة إلى الفضاء الخارجي يا سيدي؟ سنذهب لزيارة الكواكب الشقيقة لأرضنا. لا بأس، ومع كل هذا فإن الأرض هي مركز الكون. إلى عالم المستقبل إذن. بمبك بي بكرا. هيا موجتان. أيها السيدات والسادة، مركبة الفضاء نورس ستقلع الآن في رحلتها الوحيدة إلى كواكب النظام الشمسي في 179 عاما. شكرا لله، سأربط حزامي. موجتان، لماذا تقوم برحلة واحدة كل 179 عاما؟ لا أدري. سأوضح لكم، الكواكب تدور حول الشمس في سرعات متفاوتة. مثلاً الأرض تستغرق سنة واحدة للدوران حول الشمس، ولكن المريخ يستغرق سنتين تقريباً ليتم دورة في مداره. وبما أن الكواكب التسعة بعيدة عن بعضها البعض، فزيارة كل كوكب ستستغرق وقتاً طويلاً، ولكن يحدث أن مدارات الكواكب تكون في صف واحد مستقيم مرة كل 179 سنة، وقد حدث ذلك عام 82. فلو زرنا الكواكب بالتسلسل في ذلك الحين كنا رأينا الكواكب التسعة في فترة قصيرة من الزمن. أيها السيدات والسادة، سنترك الأرض لزيارة الكواكب ابتداء من أقربها إلى الشمس. انطلاق. رجاء أن التفتوا يمينا، هذا أقرب كوكب إلى الشمس، إنه عطارد، أصغر كوكب في النظام الشمسي، وهو أكبر قليلا من القمر، ويدور حول الشمس في 88 يوما، واليوم الواحد على عطارد مدته 59 يوما على أرضنا. والحرارة على عطارد في النهار تبلغ 300 إلى 400 درجة مئوية وتكفي لإذابة الرصاص، لكن في الليل يتجمد كل شيء إلى 200 درجة مئوية تحت الصفر. لا يستطيع الإنسان أن يعيش هناك. طبعا لا. التقطت المركبة الفضائية مارينز 10 هذه الصور عن عطارد الذي يظهر وكأنه القمر، أليس كذلك؟ بعد ذلك نصل إلى الزهراء المعروفة بنجمة الصباح ونجمة المساء، إنها بحجم الأرض تقريبا، وهي تدور حول الشمس في 225 يوما. سننزل الآن من المركبة. هذا هو كوكب الزهراء، قد نتوقع مشاهدة الديناصور هنا. لقد اختفى. آسف، هذا ما اعتقده الناس القدماء عن الزهرة.
لأن الزهرة مغلفة بالغيوم لم يعرف شيء عنها إلا أخيرا، فقد أنزل السوفيت على الزهرة المركبتين 9 و10 والتقطوا هذه الصور. لا شيء هنا أبدا، الكوكب حار أليس كذلك؟ نعم، الغيوم الكثيفة تمنع الحرارة من التشتت، ويقال إن الحرارة تزيد على 400 درجة مئوية، ثم الغيوم مشبعة بحمض الكبريت. أسرعوا إلى المركبة قبل أن نذوب، أسرعوا. هذا أعتقد أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش هنا أيضا. أسرعي أسرعي. بعد هذا نصل إلى المريخ الذي يقع خارج مدار الأرض. ألف، هذه الغارة، اهجموا يا رجال، هيا اهجموا. هجوم مريخي، اربطوا أحزمتكم. أهل المريخ، هذا مزاح، إنها حرب النجوم الحقيقية. لا، هذا ليس صحيحا. هل سركم عرضنا؟ أليس الروبوت المريخي من صنع جيد؟ إذا كان ذلك مجرد أنا اعتقدت ذلك أيضا. مخلوقات أخرى تعيش في كوكب المريخ؟ هذا معتقد قديم، فقد رصد كوكب المريخ رجل يدعى شيا باريلي. ما هذا؟ أي شيء هذا؟ فهمت الآن أنها قنوات بناها سكان. هل يعيش على المريخ سكان؟ من أنت؟ أنا ويلز، روائي إنجليزي، سأكتب رواية عن سكان المريخ وستكون أكثر الكتب مبيعا في العالم. كتب ويلز حرب العوالم، وهي رواية حول هجوم قام به أهل المريخ على الأرض، وصورهم ويلز في شكل الأخطبوط. هل حقا في المريخ قنوات؟ لا، من سوء الحظ مثل هذه الأشياء لم تكتشف، ولكن ما وجد هو هذا ما ظهر كقنوات. وهكذا قالوا إن العرب مارينز 9 بثت صورا عن منحدر كبير طوله 3700 كيلومتر، إنه 10 أضعاف جراند كانيون في أمريكا، ويعتقد أن الماء جرى في هذا الشق من غابر الزمان. لو كانت المياه موجودة لعاشت المخلوقات هناك. هبطت عام 1975 مركبة فايكنج 1 غير مأهولة فوق سطح المريخ، وبثت صورا وجمعت عينات من تربة تلك المنطقة للبحث في احتمالات وجود حياة على المريخ، ولكن لم يعثر على شيء. لا شيء هناك يعيش، مؤسف حقا. هناك الكثير مما لا نعرف عن المريخ، لا يمكننا أن نجزم أن الحياة معدومة فوق سطح المريخ. صاروخنا الآن سيتوجه إلى المشتري الكوكب الخامس. نسيت أن أخبركم، سنمر عبر حزام من الصخور بين المريخ والمشتري، وسنواجه بعض الاضطرابات، فرجاء أن تستعدوا لذلك. هذا الحزام يضم مئات الألوف من الكواكب الصغيرة، ويحكى أنه في الماضي البعيد نشأ هذا الحزام حين انفجر نجم بين المريخ والمشتري، ولكننا لا نعرف إلا القليل عن ذلك. هذا هو المشتري، أكبر كوكب يدور حول الشمس. حجمه 11 ضعفا من حجم الأرض، وزنه 318 ضعفا أثقل من الأرض. أظهرت بحوث جديدة أن أحزمة وحلقات تلف المشتري، 14 قمرا وتابعا تدور حول المشتري.
الإنس أن يستطيع أن يعيش فوق سطح المشتري. والكواكب الأخرى التي تزنرها الأحزمة هي زحل وأورانوس. زحل هو الكوكب الثاني في الحجم بعد المشتري. يقال إن أحزمة زحل تضم حجارة صغيرة وحصن جليدية، لكن البحوث لم تثبت ذلك. والحرارة فوق الكوكب أورانوس أدنى من حرارة زحل، ويعتقد أنها 200 درجة مئوية تحت الصفر. الغريب أن أورانوس يدور حول الأرض مائلا منحرفا، وبعد ذلك كوكب نبتون وبلوتو، فهما كوكبان باردان لا أمل في الحياة عليهما. آمل أنكم تمتعتم برحلتكم حول النظام الشمسي. يؤسفنا أننا لم نتمكن من أن نريكم كواكب أخرى لجهلنا بها. والآن هل اقتنعت بأن الأرض ليست مركز الكون؟ أعتقد أن علي أن أعترف أن الأرض تدور حول الشمس، ولكن رغم كل هذا فإن الأرض هي مركز الكون. هذا صحيح، ليس ثمة كوكب يستطيع الإنسان أن يعيش فيه. في عالم الإنسان الأرض وحدها هي مركز الكون. أعتقد أنه يعني أن الأرض بالنسبة إلى الإنسان هي أهم مكان في الكون. ما زال حلم الإنسان في استيطان الكواكب الشقيقة بعيد المنال، وحتى يتحقق ذلك ستبقى الأرض الكوكب الوحيد للإنسان، فلنحافظ عليها جيدا. أرنب؟ سيكون عشاؤنا ليلة لحم الأرانب. قف يا حرامي، قف، أعد معك، هيا أعد معك. ما كان ذلك؟ ماذا حدث الآن؟ لو كان لي أن أطير مثل هذه الطيور. تطير؟ نعم، مثل الطير في السماء. من هذا الشخص يا موغتان؟ إنه الإنسان القديم الذي عاش منذ آلاف السنين. في الحلقة القادمة سنشاهد معا حلم الإنسان القديم في الطيران عاليا في السماء، وكيف تمكن الإنسان اليوم من قهر الفضاء والتحليق في أجوائه كالعصافير. أمر بسيط، افعلي ما يفعله العصفور، رفرفي بذراعيك. ها أنا أنطلق، السماء لنا. قف، إنه خطير. لا تهتمي. هيا 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 يا إخوان، في رحلة مفيدة، رحلة جريئة، نعود فيها عبر الزمان إلى البدايات المضيئة، إلى المعرفة والحقيقة، إلى البدايات المضيئة، إلى المعرفة والحقيقة، إلى البدايات المضيئة، مع الأخت الصديقة ومعها موغوتان، سنعرف الحقيقة، نستنطق الزمان. سنلتقي بكم أيها الأصحاب في البدايات المضيئة، البداية.